بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح مع مستشار الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الفريق سير جون جوردون لوريمر عددا من الموضوعات المشتركة لا سيما المتعلقة بالجانب الأمني بكل مجالاته. وتم خلال اللقاء التركيز على تبادل المزيد من الخبرات والمعلومات والتدريب المشترك بين البلدين الصديقين.